مشروع تحلية ماء البصرة أيضا لم يضمن بالموازنة، أنه أني إذا أوجه السؤال الآن أوجهه لوزارة المالية ثم أوجه السؤال إلى اللي يعني اللي عدت الموازنة باعتبار أنه من أولويات العمل الحكومي أنه تحلية ماء مشروع تحلية ماء البصرة لم يضمن في الموازنة، ولما اعترضوا نواب البصرة يعني مو هذا الكتاب المنهاج الحكومي اللي يقول لك أنه من أولوياته يعني والله يعني ما ده أطلع من عندي شيء يعني ما راح أسألك هذا السؤال بس للتوضيح باعتبار أن البرنامج هو بهذا الخصوص. هذا المنهاج هياته وهاي الفقرة مال البصرة اللي هو الشروع بمدى ألقاها سبحان الله الشروع بمشروع تحلية ماء البصرة مباشرة مفروض يعني هو موجود في بداية العمل الحكومي ولما أجي أدوره بالمنهاج الحكومي ما ألقى، وكذلك قطار بغداد وكذلك كثير من المشاريع المفترض أنه تنفذ. عموما أستاذ أنا أريد أسأل شغلة، تلاحظون أن هناك أمنيات كبيرة وهناك من يحاول عرقلة هذه الأمنيات أو يبددها بطريقة أو بأخرى من خلال إضاعة أو تضييق التخصيصات على هاي الأمنيات؟ هل لمستوا هذا الشيء؟ لا هو مو ماكو تحديات. شوف يعني الحكومة الحالية شلون تتميز؟ تتميز بالتناغم ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونضيف لها أيضا رئاسة الجمهورية. هذه الرئاسات الثلاث الآن في هذه الحكومة متناغمة، الكل الآن يعمل في طريق أنه كيف أن نوفر الخدمات، كيف أن نعوض ما فاتنا في الماضي. نعم كان هنالك في الفترات السابقة بعض المشاريع اللي أنهيت أو التي لم تستكمل، الآن ستأخذ الحكومة العراقية الحالية على عاتقها استكمال هذه المشاريع والإعداد إلى مشاريع جديدة. الموضوع الرئاسات الثلاث احنا انتهينا منه متناغم، ماكو اي عقبه ماكو اي مشكله، لكن كل جهه هي لها محدوديه بالعمل. الان رؤيه الحكومه العراقيه انه توفر كل الخدمات الى المواطنين لتشمل جميع القطاعات، لكن هنالك بعض الاجراءات القانونيه والماليه والاقتصاديه قد تعيقها. ربما هنالك اجراءات لمجلس النواب، احنا لاحظنا الجلسات الخاصة بمناقشة الموازنة كان هنالك شد وجذب بحذف فقرات، إضافة فقرات، مناقلة فقرات. أيضا السلطة التشريعية عملت على هذا الموضوع بحسب ما ترتئيه لمصلحة الدولة، بحسب ما أنه تخرج موازنة متوازنة لجميع الأطراف، لا سيما أنه هذه الموازنة هي أضخم موازنة مرت على تاريخ العراق، موازنة لثلاث سنوات بالتأكيد ستكون عامل أساسي في موضوع إدامة التنمية الاقتصادية. احنا الآن في شهر حزيران شهر 6 لغاية الآن، طبعا احنا نحتاج لنا بعد فترة بعد أن يصادق رئيس الجمهورية على الموازنة وثم تنشر في الجريدة الرسمية وأصدار التعليمات الخاصة بالموازنة، ربما شهر أو أكثر، خلينا نقول شهر تموز 7 أشهر راحت. السنة القادمة ما راح نحتاج هاي 7 أشهر، احنا عندنا موازنة مقررة، السنة الثالثة أيضا عندنا موازنة مقررة، بعض التعديلات ممكن، بعض الإجراءات بحسب السوق العالمية، أسعار النفط، الواردات، الصادرات، هذه ما تحتاج لها يمكن يعني فترة شهر. فهذه الموازنة بالتأكيد راح تكون تختلف عن الموازنات السابقة، تم تضمين أغلب المشاريع المهمة والحيوية الاستراتيجية، ضمنت قطاعات الخدمات اللي هي عندنا بنى تحتية، عندنا طرق وجسور، عندنا مشاريع تربوية، عندنا مشاريع صحية متلكئة وجديدة. طيب ماشي أستاذ، إذا هاي أضخم موازنة بتاريخ العراق هي يعني تقارب 200 تريليون، 180 تريليون وكسور تقريبا يعني. تمام، إذا هي يعني لدعم الجهد الحكومي ودعم البرنامج الحكومي مخصصين من عندها $1 مليار فقط من كل الموازنة، $1 مليار ايش مكتوب؟ لأولويات البرنامج الحكومي، هاي حدود حركة رئيس وزراء يقدر ينفق بها بأريحية براحة على برنامج الحكومي. يعني المثل يقول الشك كبير ورقعة صغيرة. طيب وين يعني حضرتك تقول اكو دعم البرنامج الحكومي، وين الدعم البرنامج الحكومي لما يجي واحد يخصص لي للبرنامج الحكومي من 200 مليار
يخصص لي مليار واحد او 200 تريليون، يخصص لي تريليون ونص فقط لاولويات برنامج حكومي. هذا السؤال. السؤال الثاني متعلق به، هنالك مبلغ مقدر 500 الف مليار دينار من احتياط الطوارئ، ايضا هاي وضعت تحت تصرف السيد رئيس الوزراء، هل برايك انه راح يضطر انه يستخدمها لتنفيذ برنامج الحكومي؟ هذا إضافة موضوع الفقرة الطوارئ موجود هذا بكل موازنة بكل حكومة، موضوع ما قلنا لا بالعكس هذا هذا يعني افصل لك شلون هذا موضوع الطوارئ. قبل الطوارئ استاذ جو سؤال، هو سؤال بشقين، وشق الاول بالنسبة لي كلش مهم، لو كانت هنالك فعلا جدية لدعم البرنامج الحكومي غير يخصصوا له مبالغ تحت يعني تحت تصرف رئيس وزراء بأريحية حتى يقدر ينفذ برنامج الحكومي. لا هي شوف وين الأريحية، لا لا مو خصصت وين تريليون يعني 461 يعني أنا الآن 180 تريليون، أنا الآن عندي خمسة أشهر لنهاية السنة، نعم ما أجي أحط لي ألف مشروع وتخلص السنة وأنا ما مسوي واحد من عدهن. نعم أكو تخطيط باختيار المشاريع اللي راح نباشر بها والباقي وين عاد حكومة احنا عندنا سنوات لاحقة، عندنا موازنات لاحقة. أنا ما أريد أبني لك هسه مثلا الحكومة العراقية أعلنت عن 15 مدينة سكنية، أنا ما أبنيها بهاي السنة بهاي سبعة أشهر، ما راح أكمل حتى يمكن مجمع واحد. معذرة أكو خطوات وأكو اسمح لي أقاطع بهالقضية، أنا اللي قدامي أرقام من 180 تريليون شالوا من عندها تريليون ونص فقط لأولويات البرنامج الحكومي، والباقي شنو؟ إي هذه خطوات أستاذ حسين، خطوة خطوة. والباقي وين راح يروح؟ وين راح يروح؟ عندك سنة قادمة. لا ما مقت ما عندك سنة ثالثة. ما بدنا نحكي إيه بدنا نحكي أكو خطوات أستاذ حسين، خطوات. أنا أخلي بالبرنامج مالتي مبلغ للمرحلة الأولى، مبلغ للمرحلة الثانية، أنا ما أجي أخلي لي 20 مليار على 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 مشروع يستمر لي ثلاث سنوات، هذا يتجزأ على الموازنات، يتجزأ على السنوات، كل مرحلة لها سنة بحسب المشروع، أكو مشروع يخلص بشهر، أكو مشروع يخلص بخمس سنوات. زين.